بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أعزائي طلبة الصف الثالث الثانوي، نحل مع بعض النموذج الاسترشادي، الامتحان الاسترشادي التجريبي اللي كان حاصل النهارده 23 مايو 2021. نبدأ على طول عشان ما نضيعش وقت. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. جايب لي قطعة بيقول لي من باريس، اللي كاتبة إيلين تحت، مادية تحت اهي إيلين، كاتبة مدينة باريس 10 فبراير، ده في فصل الشتاء 2021. سالو جوليا، اهلا يا جوليا. جي سوي ريفيني، انا عدت دي ايجيبت من ايجيبت ابري بعد ان بون فواياج، رحلة جميلة. جي بصي، انا قضيت 14 يوم دو فاكانس اجازة اون ايجيبت في مصر. يوم 24 يناير برضه في الشتاء، جي سويزا ريفي، انا وصلت على الايربور الى المطار، يبقى وصلت عن طريق الطيران دوكير الى مطار القاهره. جي ار ان كونتري، انا قابلت ماسي بركوبين زميله النت اسمها ساره. جي ار بصي، انا قضيت 5 ايام عندها، ساره تكون جنتل لطيفه، الي بيكو دي زميه، عندها كثير من الاصدقاء، يبقى اجتماعيه ولطيفه، هي تحب أن ترتب صوم برو مكتبها، يبقى برضو مرتبة، سيزافير أشياءها أو أغراضها، إيسولي وسريرها برضو مرتبة. النيمبا، هي تحب كثيرا الأكل، يبقى مش شرهة. أوكير في القاهرة، جي فيزيتي، أنا زرت المتحف المصري، زارت المتحف المصري، لا تور دو كير، برج القاهرة، إلو بيراميد والأهرامات. لو سيزيام جور، سادس يوم جي سويزا اللي انا ذهبت الى الاسكندريه. سي انفيل، انها مدينه مانيفيك رائعه. جي بصي، قضيت 3 ايام في الاسكندريه، يبقى في اليوم السادس راح قضيت كمان 3 ايام، يبقى قضيت لحد اليوم التاسع. جي فيزيت، انا زرت لا بيبليوتيك المكتبه، لو موزي دي بوجي متحف الجواهر او المصوغات او جوهرات، لو سيتاديل القلعه، دو كات باي كات كات باي طبعا، ونسويت بعد ذلك جي ابري، انا اخذت القطار بور الليل للذهاب الى الاقصر، براحة الاقصر بالقطار. جي بصي، انا قضيت 4 جور 4 ايام هناك، خلاص يبقى وصلت 10، وقضيت 4 ايام يبقى 14. انفا في النهاية، جي ابري لوباتو، اخذت المركب بور الليل لكي اذهب الى اسوان. جي ام بيكو، احب جدا سيت فيلا، هذه المدينه. السنه القادمه اون فافز تير، سنزور مصر معا، يبقى هيلين مع جولي. هيلين كتبت او هيلين تصف سون جولي، زميلتها جوليا، سون فواياج، رحلتها الى مصر، يبقى ناخده رقم بي، بس رحلتها الى مصر دي الصح. الجملة اللي بعدها، في القاهرة هيلين زارت قلعة قايتباي، مكتبة اسكندرية، متحف المجوهرات، المتحف المصري، المتحف المصري. هيلين قضت نقط في الاسكندرية، قضت كم يوم؟ 5 ولا 3؟ 3 ايام. هيلين ايتا ريفي، وصلت الى القاهرة في مترو القاهرة، وصلت للقاهرة عن طريق المطار، يبقى في طائرة. ادور على كلمة طائرة، يبقى اون افيون اللي هي رقم سي. الجملة اللي جاية، هيلين فيزيتي، زارت مصر ان اوتمن في الخريف، اونيفير في الشتاء، طبعا في الشتاء عشان شهر يناير. سارة تكون شرهة، لا هي ما كانتش شرهة، غير منظمة، لا منظمة، خجولة، لا هي كان عندها كثير من الاصدقاء. نرى المواقف، فوزيت مالاد، انت تكون مريض، الطبيب فوكونسي ينصحك، كسك ال دي، ماذا هو يقول؟ هيقول لك لا تاخذ، لا تتبع نصائحي، يبقى ده فعل يتبع. نيتيرو بوزي بابيا، لا ترتاح جيدا، قد يرتاح، خذ الدواء في الميعاد، تنفع، ما اعمل ضوضاء، يبقى الطبيب هينصحني، هيقول لي خذ الدواء في الميعاد. الموقف الثاني بيقول لي، فوديموند، ان تطلب من فوترا مين من زميلك كل سبور اي رياضه هو يفضل، ماذا انت تقول؟ كل جور، اي يوم انت تمارس رياضه، انا عايز اي رياضه يفضل. كل سبور بريفير تونامي، اي رياضه يفضل زميلك؟ لا. اين تحب ان تمارس الرياضه؟ لا.
ماذا أنت تفعل كرياضة؟ يبقى لما تيجي تسأل زميلك عن رياضته المفضلة، أنت تطلب من زميلك ماذا أو أي رياضة هو يفضل، هتقول له ماذا أنت تحب كرياضة. اقرأ الجملة اللي جاية على مهلك بره. فو بروبوز أن تقترح إلى زميلك الذهاب إلى السينما. كيسك فو دي ماذا تقول؟ السينما تكون مفزعة؟ لا. أنا أكره السينما؟ لا. نذهب إلى السينما اقتراح، يبقى الأمر بصيغة النو اقتراح على طول. طيب الأخيرة السينما وحش. فو رفيوز أن ترفض لا بروبوزيسيون اقتراح بترمي زميلك كيسك فو دي ماذا تقول؟ بترفض اقتراح زميلك، أنت هتقول إيه؟ بوركوا با، ليه لا؟ ده قبول. لما لا؟ ده قبول على طول وانت مغمض. انا استطيع ان اتي. جي في فواجير، انا سأسافر في نفس اليوم. كده انا رفضت. انها فكره جيده، ده قبول. افيك جران بليزير، بكل سعاده او بكل سرور، ده قبول. يبقى احنا خدنا التاني. فوديموند، ان تطلب من فوتر مير من امك اين هي تشتري عصير البرتقال. عصير يبقى مشروبات. ماذا أنت تقول؟ هتلو في قسم منتجات البقوليات؟ لا. المشروبات الطازجة؟ في قسم المكرونة والخضروات الجافة؟ لا. في قسم منتجات البحر؟ لا. نرى الموقف اللي جاي. فوفوم فورمي، أن تسأل على أنشطة دي فوترك وبين زميلك أثناء العطلة الماضية. مش شرط يحط لي زمن ماضي. ماذا هو يقول؟ فير دي فيلو، ممارسة العجل إنها هوايتي. تنفع. أخويا يلعب كرة قدم؟ لا. أمي تمارس أو تعمل كثير من الأنشطة؟ ماليش دعوة. أختي تكون أو تبقى في المنزل؟ ماليش فيه. يبقى خدنا الأولانيين. خش على القواعد ونشوف أنت غلطت فيها ليه. سيباسكت، هذه الأحذية سون أطوى تقول لك؟ قال له نعم، إنها أحذيتي. عايز الياء، صفة ملكية الياء، مي عشان الأحذية جامد. دي إليهم، إليك، من بتاعت مفرد، مي بتاعت جمع، الاتنين معناهم حرف الياء. يبقى إليهم لي أو أحذيتي، أحذيتك، من بتاعت مفرد حرف الياء برضه. يبقى احنا خدنا مي. مونفرير، أخويا يعمل ناتاسيون سباحة. فير مع السباحة، السباحة مؤنث، آخد دولار. احمد، خذ هذا البونبون. ركز في الجمله دي عشان فيك ناس كتير جدا غلطت في الضمير الشخص. احمد، خذ هذا البونبون، واحده بس، بونبونايه واحده مفرط، واعطيه حرف الهاء الى اختك. اعطي البونبونايه مفرط، اعطيه حرف الهاء. قال لك لو ما ينفعش، اعطي اليها الى اختك، اعطيه عايد على البونبون. ركز. ميكو بين زميلاتي فير، ده مصدر، لير دفوار، واجبات. الزميلات بتساوي الضمير ال بتاعت الجامع، يعني تاخد نهايه وانا مغمض او ان تي. دور لي، هناخد دوافي، يجب ان تعمل الواجبات. سيس فريز، هذه الفراوله تكون طازجه، انت تريد كم منها؟ وانا مغمض اخد ان، المفروض كومبياندو فروي، كم من الفري، كم من الفراوله. طب الإجابة هتكون إزاي؟ أما تيجي تجاوب واحد يقول لك كم من الفراولة، تقول له أنا أريد منها 2 كيلو. 2 كيلو يبقى هتحط كمية، يبقى حط أن. اتشرحت بالتفصيل الممل. أوجوتيل، في الوجبة الخفيفة أنا أحب أن آكل شوكولاتة. الشوكولاتة مذاق، مع الأكل آخد دو عشان أدوات تجزئة بتاعت مذاق. الجملة اللي جاية. تيفو، أنت تريد حلوة؟ قال له لا، أنا لم أعد، اكتب بالعربي، لم أعد جعان. نبلو، لم يعد. انكور، ما زال، ده مضارع مش نفي، ده اثبات. بيرسون، لا احد. ريان، لا شيء. ده احنا ترجمناهم كلك. اختي وانا، او بارك اير، الى الحديقه امس. طالما اختي وانا يبقى بتساوي الضمير نو، يبقى اي كلمه في الفرنساوي فيها موا بتساوي الضمير نو. يبقى سوم زلي، نو سوم زلي، نحن ذهبنا. سويزا، ليه مع المفرد مع الجو. ايه قال ليه مع ال بتاعت المفرد. صون طليه مع ال بتاعت الجمع المذكر. يبقى احنا خدنا الاولانيين. الحمد لله رب العالمين، شرحنا الامتحان التجريبي بتفاصيله بكل ما فيه. شوف انت غلطت في ايه، ما غلطتش في ايه. اشوفكم في خير يا رب في الفيديوهات اللي انا بكمل فيها حل البوكليتات، اذا كان في العمر بقيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.